عندما يطرق الفقر الباب يهرب العقل من الشباك. وهذه قصة قرية تعد من أفقر قرى العالم، قرية هوكسي في النيبال، أو مستودع بيع الكلى كما أصبح يطلق عليها. من الصعب أن تجد فيها شخصاً بكليتين بعد أن باع أغلبية السكان الكلية الثانية بسبب الفقر والحاجة وفي ظل رواج تجارة الأعضاء البشرية في هذه المنطقة. سكان قرية هوكسي جنوب نيبال يعيشون في فقر مدقع وليس لديهم أي مصادر للرزق، إضافة إلى أن الزلازل والفيضانات التي تجتاح المنطقة خلفت مئات الآلاف من المشردين، دمرت بيوتهم، أتلفت زراعتهم وأصابتهم بحالة من اليأس، وكلما حل موسم الشتاء لا يجدون من يحميهم من صقيع البرد. استغلت عصابات الاتجار في البشر الجهل والفقر الذي تغرق فيه هذه القرية، وأقنعوا سكانها ببيع كلاهم في السوق السوداء، وأوهموهم بأن الكلية المنزوعة ستنمو مرة أخرى بعد عدد من السنوات. يأخذونهم عبر الجبال إلى الهند لإجراء هذه العمليات، يعودون من الرحلة الطويلة وقد خارت قواهم والكثير منهم مات بسبب فشل الكلية الثانية. المقابل زهيد للغاية، فثمن الكلية بالكاد يحافظ على حياة معيشية مقبولة لفترة قصيرة، مبلغ ضئيل جداً لا يتعدى $2,000 كحد أقصى، بينما تكون الكلية قد بيعت $100,000 في مكان ما. بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة النزاهة الدولية، فإن ما يقرب من 7,000 كلية يتم بيعها سنوياً في النيبال لوحدها، بينما يتم إجراء عملية زراعة كلى كل ساعة تقريباً، فيما تدر هذه التجارة أكثر من $1,000,000,000 سنوياً. ووفقاً للتقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2015، فإن هناك أكثر من 10,000 عملية بيع وشراء للأعضاء البشرية بالسوق السوداء سنوياً، وما بين 5-10% من جميع عمليات زراعة الكلى على مستوى العالم تتم عبر عمليات الاتجار والتهريب عبر الحدود. حين سلطت الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء على هذه الظاهرة في هذه القرية، تحركت السلطات الصينية للحد من تلك الجرائم التي تشهدها المنطقة، وقامت بدورها بإلقاء القبض على الضالعين في تلك الجرائم ومعاقبتهم بأحكام رادعة. قرية الكلى في النيبال صارت معروفة في العالم بأسره، لكن السوق دائماً مفتوحة وتجار الموت لا ييأسون، رأس مالهم من الفقراء والمحتاجين وما أكثرهم في هذا العالم، فمن يلوم فقيراً سدت في وجهه جميع الأبواب ولم يجد غير جسده لبيع قطعة منه كملجأ يحارب به فقره ويسد به لقمة العيش.